خشيتي دايما يا دكتور من مساله الوزن السياسي. يعني انا خريج اقتصاد، ولما دخلت الكليه بقى فقلت انا عايز اتخصص، فكان وقتها الحكايه لسه طالعه الاقتصاد البيئي، وشيئا فشيئا غيرت ودخلت تخصصت في الاقتصاد الدولي وبعدين اقتصاديات الشرق الاوسط. وبسبب ده او بالادق ده ليه؟ بسبب فكره الوزن الاقتصادي، وبالتالي للاسف الوزن السياسي والمعيار السياسي في العمل. كنا وحتى استاذنا يعني الاقتصاد مفترض ان هو اللي بيحرك السياسه، بس في الملف ده على ما يبدو السياسه هتحرك الاقتصاد وتوجهه وتحيد بعض الحاجات. يعني دول كتير ومن الولايات المتحده الامريكيه هتاخد مواقف شديده تجاه الصين. فيبقى السؤال، احنا كده واقعين في جدل، هو انا هتعامل مع الصين ازاي زي ما حضرتك قلت؟ طب انا هتعامل ازاي مع دول افريقيا؟ طيب انا هتعامل ازاي مع دول امريكا اللاتينيه بصرف النظر عن علاقاتها السياسيه بواشنطن والبيت الابيض؟ وانا متسبب رئيسي في تجريف او في قطع الغابات بتاعه الامازون. ايهما اسبق والحل هيجي ازاي؟ انا هبتدي الاجابه على سؤال سؤال حضرتك على فكره كبير يعني قوي، فانا فانا بس هاخده جزئيه جزئيه. اولا احنا اتعلمنا حضرتك في الاقتصادات البيئه ان احد المبادئ الهامه هي الملوث يدفع الثمن، بوليوتر بيس برنسبل بي بي بي. لكن لما جينا عند الانبعاثات الغازات الاحتباس الحراري او الكربون عامه، يعني ما حدش اتكلم على ان صاحب اكبر انبعاث هو اللي يدفع الثمن. احنا قلنا الملوث، لكن لما جم على الانبعاثات سابوها مبهمه. لو كنا مشينا على هذا المبدا حضرتك كان الدول الكبرى كانت دفعت الثمن قبل ما نوصل الى موضوع التعويضات والكلام ده كله. طب ليه حضرتك لم يطبق مبدا التلوث على مبدا الانبعاثات الكربونيه؟ لان التلوث هو محلي، اما التغيرات المناخيه فهي عابره القارات وعابره الدول والحدود السياديه للدول، جلوبال. فبيحصل ايه بقى في حته السياسه؟ ان حضرتك بترجح المصالح الوطنيه على مصالح الكوكب. خد بال حضرتك انت في التلوث، حضرتك تيجي تقول ايه؟ طبعا هو في تلوث عابر برضه وكده وبتاع، مفيش مشكله، ولكن غالبيه التلوث بيبقى ايه؟ محلي. يعني مصنع عملنا كذا عملنا كذا، طبعا في ما بين كندا وامريكا حكايه الاسيد رين اللي هي الامطار الحمضيه وبتاع، بس يعني مش قويه زي بقيه اللي هو التغيرات المناخيه. فهم لما جينا حضرتك نتكلم على موضوع التغيرات المناخيه قالوا لا، سنرجح المصالح الوطنيه على مصالح هذا الكوكب على حساب الدول الناميه، لان الدول الناميه هي اكثر هشاشه. يعني هدي حضرتك مثال، حضرتك اكثر دول عندها هشاشه vulnerability في التغيرات المناخيه وسيقع عليها ضرر بالغ جدا، هي نصها في العالم كله موجود في افريقيا. افريقيا مساهمتها في الانبعاثات الغازات الاحتباس الحراري او الكربون 3%. ال 54 دوله بيمثلوا 3% في العالم كله، الكوكب كله. هل هذا يتناسب حضرتك مع الضرر اللي هيقع عليها؟ طبعا لا. ده عشان كده عم بيقول اين العداله المناخيه.